أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله الذي خلق الخلق من تراب وفرق بينهم بالعلوم والأنساب، قسمهم إلى تقي أواب وبادر كذاب، كشف عن أبصار بصائر أوليائه الحجاب. استنادا إلى تعليمات معالي السيد الدكتور العلامة عبد اللطيف الهميم رئيس ديوان الوقف السني، باشرت الشعب الهندسية بإنجاز هذا الطرح الكبير ألا وهو جامع تكريت الكبير، وقد تم بناء ترميمه وتأهيله بمدة أقل من 40 يوما، وذلك بتوجيهات كريمة من لدن سيادته. كذلك تم فرش هذا الجامع الذي يضم أكثر من 2500 مصلي بفراش محرابي من النوع الأول، وباسمنا وباسم أهالي تكريت نشكر معاليه كذلك أوعز سيادته بتقديم يد المساعدة لأخوانه وأهله النازحين من مناطق شمال بيجي وتجهيزهم بالغذاء والماء والمساعدات العينية والسلال الغذائية، فله منا كل التقدير والشكر والاحترام. عبد الرزاق يوسف، مسؤول شعبة إعلام أوقاف صلاح الدين. مشاعر الفرح والسرور، حضرنا هذا اليوم لإعادة افتتاح هذا الصرح الكبير الإسلامي الديني الكبير داخل مدينة تكريت وهو جامع الكبير. الحقيقة هذا الجامع له أثر كبير ويعني واقع مهم داخل أبناء هذه المدينة، كونه يتوسط المدينة وأكثر من 20 عاما كان هذا الجامع حقيقة مفتوح الأبواب. أرادت العصابات الإجرامية وداعش الإرهابي أثناء دخولها إلى تكريت أن يكون محطة للقسوة والتعذيب والاحتجاز وترهيب الناس ودفعهم باتجاه مبايعتهم قسرا. هذا اليوم هذا المكان يعود إلى أحضان الوطن وإلى أحضان الدولة، وتباشر فيه الناس حياتها الطبيعية. هذه رسالة في أن الحياة إلى مدينة تكريت قد عادت بكل نواحيها، واليوم تكريت بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل الشجعان والأبطال من القوات الأمنية عادت، وبالتالي هي إحدى هذه مظاهر عودة الحياة اليوم إلى تكريت. الدكتور عمرو الشنداح قام مقام قضاء تكريت.